or English as a second language. والمفروض ان في عدد كبير من الناس دخلوا الفتره الاخيره، فانا بس للناس الجديده احب انوه ان احنا خدمه بتقدمها هيئه جريس. الخدمه دي بتقدمها من سنين، وهي خدمه الاي اس ال او تعليم اللغه الانجليزيه لغير متحدثي اللغه الانجليزيه، هي اختصار English as a second language او اللغه الانجليزيه كلغه ثانيه. احنا متعودين في الفترة اللي فاتت كلها كنا بنقدم topics او موضوعات related to everyday life، الحياة اليومية، يعني تعمل ايه وانت عند الدنتست، طبيب الاسنان، لو في البنك، لو في الهوسبيتال، لو في السكول، لو في الاوفيس، لو عندك انترفيو، لو بتاخد ترانسبورتيشن او وسائل مواصلات. من الحصة اللي فاتت بدأنا سلسلة كده من الكلاسز، قلنا ان هي يعني هتاخد 3 4 كلاسز ان شاء الله. بنقدم التوبكس الخاصة بالسيتيزنشيب او الناتشراليزيشن اللي هي الجنسية. كتير من الناس جدا قابلوني وقالوا لي احنا محتاجين نتعلم او ندرس اسئلة الجنسية، هم حوالي 100 سؤال 100 questions، لان احنا مش فاهمينهم، بالذات الناس اللي بيبقى الانجليش عندها لسه في البداية هم مش فاهمين الاسئلة. فطبعا عشان يقدروا يحفظوها لازم يفهموا الاسئلة كويس عشان يقدروا يفهموا السؤال ويقدروا يحفظوه. احنا اتفقنا ان هم 100 questions، لكن الافيسر او الشخص القائم على المقابلة بتاعتك يوم الجنسية بيسألك up to 10 questions، وانت مطالب انك تجاوب out of these 10 questions just 6 questions correctly. يعني انت بتتسأل من ال 100 questions دول 10 اسئلة، ومطالب ان انت عشان تنجح او تباس ان انت تجاوب على 6 اسئلة صح بشكل صح. احنا اوريدي بدأنا last class حوالي 33 questions، هنبدأ النهاردة ان شاء الله starting question 34، وهنخلص، هنحاول على قدر الامكان خلاص، لان احنا في عندنا سكشن تاني بعد ده، يعني ده سكشن من المقابله. احنا اتفقنا برضو لاست كلاس ان المقابله بتاعه الناتشراليزيشن او السيتيزنشيب، مقابلتك يوم الجنسيه، بتبقى 3 سكشنز. سكشن يعني بغض النظر عن الترتيب، هو سكشن منهم بيبقى ده بيسالك up to 10 questions out of 100 questions، ما بيخرجوش بره ال 100 questions اللي احنا بنتعامل معاهم. الكلاسز ديت بتتسال 10 اسئله ومفروض تجاوب 6 صح عشان تباس السكشن ده. السكشن التاني بيبقى خاص بجزء كده ريدنج رايتنج فيري سمبل، يعني الناس اللي عندها باك جراوند بالانجلش حتى لو باك جراوند فيري سمبل بيقدروا يعدوا السكشن ده. السكشن الثالث في نظر ناس كتير وفي نظري انا شخصيا هو اصعب السكشنز الثلاثه، لانه بيبقى خاص بالابلكيشن اللي انت بتملاه، اللي هي اللي بنسميها N400 فورم او استماره N400، الابلكيشن اللي انت بتملاه عشان تبعته عشان تقدم على السيتيزنشيب او الناتشراليزيشن. انت بتسقف الابلكيشن ده، هو صحيح الابلكيشن ده خاص بالمعلومات بتاعتك انت، اسمك، تاريخ دخولك البلاد، الايام اللي قضيتها بره البلاد، بس فيها جزء معين بيبقى خاص باسئله معينه، مجموعة أسئلة كده بتجاوب عليها يس أور نو، بتبقى شوية صعبة، عن علاقتك بالمؤسسات، علاقتك بالإرهاب، علاقتك لو أنت ساعدت أي حد بشكل أو بآخر إنك تديله سلاح، دي بتبقى شوية أسئلة محتاجة تتفهم، بالذات لو الأوفيسر، هو الأوفيسر ما بيخرجش برا الأبليكيشن، بس من حقه إن هو يسألك السؤال بأي طريقة يشوفها، هو نفس السؤال اللي عنده في الأبليكيشن بس بأي شكل، ممكن يعني زي ما بيقولوا يحور السؤال أو يغير الفورم بتاع الكويستشن، فلازم نكون فاهمين السؤال، ما نجاوبش يس أور نو وإحنا مش فاهمين السؤال. فالسكشن ده في نظري هياخد 2 أو 3 كلاسز، برضه لأن هما الاستمارة الـ N400 فورم تبقى حوالي 20 بيجز، فإحنا محتاجين نخلص الكويستشنز الـ 100 كويستشنز النهاردة عشان نبدأ إن شاء الله next time starting next class هنبدا الابلكيشن. اي هوب ان الحلقه تكون مفيده، واي هوب ان انتوا تلاقوا فيها جزء من الفايده، حتى الناس اللي خلاص اوريدي اخذت السيتيزنشيب ممكن تسمع معانا، لان انا برضو بقول كلمات ممكن تبقى فوكاب جديده، ممكن يعني شويه تفيد، والناس اللي لسه بدري برضو على الناتشراليزيشن، مش يعني لطيف ان انتوا تسمعوا وتاخدوا فكره. يلا نبدا، احنا هنبدا question 34، والبيجز احنا برضو متعودين ان الماتيريال دايما بتتبعت قبل الكلاس بيوم او بيومين على الفايبر جروبس، الفايف جروبس بتوعنا، وعلى الفيسبوك بيج. احنا بعتناهم امبارح، واحنا دلوقتي قدامنا على السكرين الاسئله كلها. question 34، who vetoes bills؟ فيتوز بيلز، كلمه فيتو، الفيرب من فيتو، عارفين انتوا الفيتو اللي هو لما حد يكون عنده اعتراض بيعمل كده، اللي هو علامه الفيتو اوبجكشن، كلمه فيتو معناها اوبجكشن يعني اعتراض. فيرو، هم طبعا بينطقوا هنا فيرو بس احنا بننطق بالانجلش المعروف، لكن هم هتسمعوها فيرو، لان احنا اتفقنا ان التي لما بتكون في ميديال بوزيشن، التي ما بتيجي في النص تبقى حاجه اسمها فلاب تي، بتتنطق از ار، فبتبقى اسمها فيرو. الفيرو بتساوي اوبجكشن، اوبجكشن ما بيكون حد قاعد بيعملوا فوتنج على حاجه، تصويت على حاجه، فحد بيعمل علامه الفيروس، فمين من حقه يعمل فيتو على البيلز؟ احنا اتفقنا ان البيلز دي يعني ايه لاست كلاس، كلمه بيلز بغض النظر عن معناها المعروف اللي هي الفواتير بتاعه الالكتريستي والجاس والحاجات دي، لا، كلمه بيلز كمان معناها الكوماندمنتس
او الامندمنتس اللي بتتعمل في الكونستيتيوشن، اي تعديلات بتتم سواء بالاضافه او بالحذف او بالتغيير على الدستور بنسميها بيلز. والبيلز دي بالذات احنا اتفقنا ان هي بالذات كلمه بيلز بتقال على الفيرست 10 امندمنتس اوف ذا كونستيتيوشن، اول 10 تعديلات حصلت في الدستور بنسميها بيلز. مين من حقه يرفض التعديلات اللي بتتم على الدستور؟ هو زي ما شايفين الاجابه ده بريزيدنت، هو فيروس بيلز. مين من حقه يعمل فيتو على البيلز، على التعديلات الدستور؟ الرئيس هو وحده اللي من حقه يعمل، رئيس الدوله هو الشخص الوحيد او الجهة الوحيدة المنوطة بأنها تعترض على تعديلات الدستور، مش أي حد تاني. ده question 34. 35. What does the president's cabinet do؟ كلمة cabinet معناها مجلس الوزراء، كلمة cabinet على بعضها معناها مجلس الوزراء. فالpresident's cabinet هو مجلس الوزراء اللي بيشكله الرئيس، بيعمل إيه، بيقوم بإيه؟ فالإجابة advises the president، بيشير على الرئيس، بينصح الرئيس. طبعا بقى كل وزير في مجال، وزير التعليم هينصح الرئيس بما يتعلق بشؤون التعليم، وزير الصحة بما يتعلق بشؤون الصحة، وزير الإسكان، وزير المواصلات، وزير الداخلية الخارجية، طبعا الداخلية ما يتعلق بأمن البلاد وهكذا. فالكابينت أو المجلس الوزراء اللي بيكونه البريزيدنت من الدور بتاعه أو الوظيفة بتاعته أنه to advise the president، ينصح الرئيس. أنا زي ما اتفقنا هتكلم عربي as much as possible في الحلقات دي، عشان عارفة أن الحلقات دي very vital والناس محتاجة تفهم أكتر من أي حلقة تانية. Question 36، سؤال 36. What are two cabinet level positions؟ two cabinet level معناها cabinet احنا اتفقنا انه مجلس وزراء، اوكي، و two level معناها على مستويين. فايه البوزيشنز او ايه الوظائف او ايه المراكز اللي بتبقى ليها طبقتين او ليها مستويين في مجلس الوزراء؟ بمعنى بلدي ابسط من كده، ايه الوزراء او ايه الوزارات في الولايات المتحدة، طبعا كل كلامنا على الولايات المتحدة الأمريكية، ايه الوزارات اللي بيبقى لها two level positions او بيبقى لها اكتر من مهمة، اكتر من دور، اكتر من وظيفة؟ فمديني امثلة كتير جدا 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 جدا. اول واحد طبعا احنا كلمة وزير احنا عارفينها في الانجليش او بريتش انجليش بنسميها minister، يعني في مصر بنقول مثلا وزير الداخلية minister of interior، وزير الصحة minister of health and population للصحة والاسكان، minister of education وزير التعليم. هنا بنسمي وزير secretary. secretary سكرتاري يعني وزير، اللي هي معناها السكرتير، على اساس ان هو سكرتاري للبريزيدنت، سكرتير البريزيدنت في المجال بتاعه. يعني لو قلنا سكرتاري اوف ادكيشن يبقى هو سكرتير الرئيس فيما يتعلق بالتعليم. فهو مديني امثله كتير للوزارات او الوزراء اللي بيكون لهم اكتر من مهمه واكتر من دور. نمبر 1 سكرتاري اوف اجريكلتشر، يعني ايه اجريكلتشر؟ يعني زراعه، يبقى وزير الزراعه سكرتاري اوف اجريكلتشر. سكرتاري اوف كوميرس، وزير التجاره. سكرتاري اوف ديفنس، وزير الدفاع اللي هو ما يتعلق بالجيش، بس في حاجه تانية نازله تحت برضو ليها علاقه بالجيش، اوكي، لان في ده اللي بنقوله ان ممكن يكون في وزاره ليها اكتر من مهمه وممكن وزارتين بيشتركوا في مهمه واحده، هو ده المقصود بالتو كابينت ليفل. فهنا سكرتاري اوف اجريكلتشر اجين وزير الزراعه، سكرتاري اوف كوميرس وزير التجاره، سكرتاري اوف ديفنس وزير الدفاع، سكرتاري اوف ادكيشن وزير التعليم، سكرتاري اوف انرجي وزير الطاقه ما يتعلق بالطاقه، البترول، الطاقه الشمسيه، الكهرباء، ده كله تحت بند الانرجي، الجاز، كل ده انرجي. سكرتاري اوف هيلث اند هيومن سيرفيسز، وزير الصحه والخدمات الانسانيه او البشريه، اوكي. سكرتاري اوف هوملاند سيكيورتي، هوملاند سيكيورتي اللي هو امن الوطن، امن البلد، وزير الامن، وزير امن البلد. سكرتاري اوف هاوسنج اند اربن ديفلوبمنت، وزير هاوسنج اللي هو الاسكان، وكلمه ديفلوبمنت يعني تنميه، اربن يعني اللي هي العمرانيه او المدنيه، فيبقى زي ما بنقول في مصر وزير الاسكان والتنميه العمرانيه، اوكي. سكرتاري اوف ذا انتيرير، انتيرير حاجه جوه، يبقى وزير الداخليه. سكرتاري اوف ليبر، وزير العمل او العماله او الاشغال زي ما بنقول في مصر، وهنحتفل بالليبر دي بعد كام يوم في سبتمبر 2 زي ما هنشوف. سكرتاري اوف ستيت، وزير الدوله، احنا عندنا برضو في مصر وزير شؤون الدوله او وزير بالظبط وزير ما يتعلق باي شؤون خاصه بالدوله وعلاقتها بالاخرين وهكذا. يعني ممكن يكون برضو ريليتد لوزاره الخارجيه اللي هي سكرتاري اوف او مينستر اوف فورين افيرز. سكرتاري اوف ترانسبورتيشن، خدنا كلمه ترانسبورتيشن دي سام كلاسز اجو اللي هو وزير النقل والمواصلات. سكرتاري اوف ذا تريجري، كلمه تريجري معناها الكنز او الخزانه، وزير الخزانه اللي هو وزير الماليه في لغتنا احنا. سكرتاري اوف فيترنز افيرز، كلمه فيترنز احنا بنحتفل برضو بفيترنز داي في نوفمبر، هنشوف الاحتفالات دي في اخر سؤال عندنا هنا في الـ 100 questions. ففيترنز اللي هم المحاربين او الجنود، فوزير شؤون المحاربين برضو ليها علاقه بالجيش، يبقى عندي فوق مينستري او سوري سكرتاري اوف ديفنس، وعندي سكرتاري اوف فيترنز افيرز اللي هو وزير شؤون المحاربين وزير الدفاع، فتلاقوها شويه ريليتد. اروني جنرال اللي هو النائب العام، كلمه اروني معناها محامي او نائب، فاروني جنرال دي
مصطلح النائب العام وفايس بريزيدنت اللي هو نائب الرئيس خدناها لاست كلاس. هم دول مجموعه الوزارات اللي بيكون عندهم دبل بوزيشن او اللي بيبقى ممكن وزاره تانية مشتركه معاهم في نفس البوزيشن. كويشن 37 وات داز ذا جادجل برانش دو. كلمه جادجل برانش اللي هو الفرع القضائي ما يتعلق بالقضاء المحاكم الجهات القضائيه السلطه القضائيه بيعمل ايه؟ ايه دور السلطه القضائيه في امريكا في USA؟ اول حاجه ريفيوز لوز بتراجع على القوانين اللي هي حطها مين قبل كده قلناها لاست كلاس اللي هو الليجيسليتور. كلمه ليجيسليتور اللي هو المشرع. الليجيسليتور ده بيحط القوانين وبيتم مراجعتها من قبل السلطات الجادجيال او السلطات القضائيه في البلد. اكسبلين لوز بيشرح القوانين لاي جهه محتاجه شرح محتاجه تفسير. ريزولفز كلمه ريزولف معناها يحل او يساوي اي ديسبيتس اي نزاعات بين قوسين ديسجريمنتس. كلمه ديسجري اجريمنت يعني اتفاق ديسجريمنت اختلاف. فاي خلافات او نزاعات قضائيه على قطعه ارض على نسب على ده خاص بشؤون قضائيه. ديسايدز اف الاوز اف ذا كونستيتيوشن بيقرر لو قانون. ما احنا قلنا ان هو فوق بيراجع القوانين فممكن يقف في طريقه قانون يحس ان هو ضد الدستور مش ماشي مع الدستور يبقى هو بيقرر اذا كان القانون ده goes against the constitution ولا لا ماشي ضد الدستور ولا لا. again يبقى الجادجل برانش او جادجل اوثوريتيز اللي هي جهات قضائيه في البلد سلطات القضائيه في البلد. reviews laws بتراجع القوانين. explains laws بتشرح القوانين دي بتفسرها. resolves any disputes or disagreements بتساوي اي نزاعات او قضاءات بين المواطنين وبين الجهات. decides if a law goes against the constitution بتقرر لو كان في قانون بيبقى ضد الدستور او مش ماشي مع الدستور. question 38 what's the highest court in the United States ايه اعلى محكمه في اي دوله. الحقيقه اعلى محكمه هي حتى اسمها المحكمه العليا ده سوبريم كورت دي اعلى جهه قضائيه اعلى محكمه في اي دوله بيسموها ده سوبريم كورت المحكمه العليا. اوكي 39 how many justices are there on the supreme court قاضي او مسؤول كم قاضي او مسؤول في المحكمه العليا 9 justices. اوكي نمبر 40 هو از ذا تشيف جاستس اوف ذا يونايتد ستيتس ناو. طبعا الورق ده محطوط جديد فالاسامي اللي طبعا لو حد هياخد الجنسيه بعد سنين فريفير بقى للنت الانترنت او للجوجل علشان ممكن البوزيشنز بتتغير فممكن الشخص اللي هو دلوقتي في البوزيشن ده يبقى حد تاني بعد كام سنه لكن الورق ده اللي هيخش الامتحان في خلال الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. هو از ذا تشيف جاستس كلمه تشيف يعني رئيس مين هو القاضي الاعلى او رئيس الاعلى للولايات المتحده جون رابرز او بين قوسين اسمه الفول نيم جون دي رابرز جونيور الجي ار اختصار جونيور لان بيبقى الاب نفس اسم فزي المطاعم المشهوره اللي هي كارلس جونيور جي ار فبيبقى الاب اسمه كارلس والابن كارلس فبنسمي وبرده عندنا احتفال مشهور هنشوفه بعد شويه هو مارتن لوثر كينج جونيور لان ابوه كان بنفس الاسم فلما بقى الاب والابن بنفس الاسم بنسمي الابن الجونيور الاصغر. question 41 under our constitution تحت دستورنا اللي هو USA constitution دستور الولايات المتحده some powers معناها سلطات القوة أو السلطة. Some powers belong to federal government. What's one power of the federal government? احنا اتفقنا قبل كده انه عندي سلطتين بيبقوا في كل ولاية. حاجة اسمها federal authority وحاجة اسمها state authority. فالفيدرال authority هي السلطة الخاصة بالحكومة بتاعت الـ USA كلها. الـ USA government. حكومة أمريكا كلها في حاجات من اختصاصها. لكن في حاجات بتبقى خاصة بكل state زي ما هنشوف دلوقتي. في شؤون معينة بتقررها الـ state. في شؤون مقررة على مستوى أمريكا كلها. فالحاجة المقررة على مستوى الولايات المتحدة كلها بنسميها federal. الحاجة الخاصة بالـ state بنسميها state. فهو بيقول لي under our constitution some powers belong to the federal government. في بعض السلطات تبع او بعض المهام السلطات او المهام او الاختصاصات responsibilities المسؤوليات اللي بتقوم بيها الفيدرال جوفرنمنت حكومه امريكا كلها. واتس وان هو حاطط لي خط اندرلاين 1 على اساس نقول 1 لكن لو انت عارف اكتر اتس اوكي عشان لو نسيت واحده تقدر تقول الثانيه. يبقى ايه السلطات او المهام اللي بتندرج تحت الفيدرال جوفرنمنت؟ تو برنت ماني هي اللي بتطبع الفلوس البنك نوتس. تو ديكلير وور هي اللي بتعلن الحرب او بتشن الحرب في حاله وجود حرب. تو كرييت ان ارمي هي اللي بتشكل الجيش الفيدرال الجيش بتاع امريكا كلها. تو ميك تريديز هي اللي بتعمل المعاهدات هي اللي بتعمل اي اتفاقيات او معاهدات بين اليو اس اي وبين اي كونتري اخر. يبقى الفيدرال جوفرنمنت من حقها تو برين ماني تتبع الفلوس تو ديكلير وور تشن الحرب او تعلن الحرب على اي دوله ثانيه. تو كرييت ان ارمي طبعا تشن الحرب تو ديكلير ا وور از نيدد او اف نيدد لو احنا في حاجه للحرب. تو كرييت ان ارمي تخلق جيش تشكل جيش. تو ميك تريديز اللي هي تعمل معاهدات بين يو اس اي اند اني اذر كونتري. ليتس تيرن تو نيكست بيج اللي هي هتبقى كويشن 42
under our constitution some powers belong to the states. What's one power of the state؟ زي ما في اختصاصات او responsibilities او powers تبع الفيدرال جوفرنمنت، في اختصاصات تبع للستيتس. زي ايه؟ الستيت من حق يعني احنا في كاليفورنيا ستيت مثلا، في حاجات قوانين خاصه بالفيدرال جوفرنمنت كلها، لكن في حاجات كاليفورنيا هي اللي بتسنها. زي ايه؟ كل ستيت من حقها رقم واحد to provide schooling education، من حقها تقرر نظم التعليم الخاصه بيها، من حقها تقرر الهاي سكول تبقى كام سنه، الميدل سكول او الاعدادي كام سنه، الاليمنتري يبقى ازاي، من حقها تقرر المناهج اللي بتدرس. فبروفايد سكولينج اند اديوكيشن من حقها قرر النواحي التعليميه. بروفايد بروتكشن البوليس، البوليس او الشرطه حاجه خاصه بالستيت مش بالفيدرال، مش زي الارمي، الارمي على مستوى اليو اس اي كلها حاجه فيدرال، لكن الاوفيسرز او البوليس، البوليس ده حاجه خاصه بكل ستيت لوحدها، كل ستيت حسب احتياجها شايفه محتاجه بوليس قد ايه، محتاجه ده. تو بروفايد سيفتي الفاير ديبارتمنتس اللي هو الحرايق المطافي، من برده كل ستيت بتقرر التشكيل الهيكلي والوظيفي بتاع الفاير ديبارتمنتس بتاعها. جيف ا درايفرز لايسنس رخصه القياده في كل ولايه غير الثانيه، رخصة القيادة في ولاية كاليفورنيا غير فلوريدا غير دي غير دي. أبروف زونينج أند لاند يوز، كلمة زونينج جاي من كلمة زون، وكلمة زون معناها أريا منطقة، فلما أقول زونينج معناها تخطيط المناطق، فهي اللي بتخطط المناطق واللاند يوز، إن دي المنطقة دي هتبقى في حدود إيه، مدينة إيه، محافظة إيه، وهكذا. يبقى دي كلها التاسكس المهام أو الباورز أو الريسبونسبيلتيز الخاصة بالستيت. Question 43 Who is the governor of your state now؟ Again answers will vary according to your state. انا عارفه ان احنا بنكلم ناس من ستيتس كتير ومن دول تانية كمان، فاحنا كل واحد هيقول هيدور هيرجع للانترنت لجوجل ويدور على الستيت بتاعته او الجوفرنر بتاع الستيت بتاعته، مع مراعاه بين قوسين بيقول لك ديستريكت اوف كولومبيا اللي هي دي سي واشنطن العاصمه. اوكي ريزيدنس انسر ذات دي سي دازنت هاف ا جوفرنر، العاصمه ملهاش جوفرنر، ملهاش محافظ لانها تتبع رئيس امريكا. اوكي What's the capital of your state؟ برضو again answers will vary according to the state. كل واحد، احنا في كاليفورنيا عاصمتنا مثلا ساكرامنتو حاليا، ولاية تانية هتلاقوا عاصمتها بتختلف، فكل واحد حسب الايه الكابيتال بتاعته. again برضو district of columbia residents should answer that DC is not a state and doesn't have a capital. residents of US territories should name the capital of the territory. again كل ولايه ليها الكابيتال الخاصه بيها زي ما ليها الجوفرنر الخاص بيها. دي سي واشنطن دي سي اللي هي ديستريكت اوف كولومبيا زي ما قلنا هي الكابيتال بتاع اليو اس اي كلها بتاعت امريكا، فما لهاش لا عاصمه ولا ليها جوفرنر. كمان في حاجه اسمها يو اس تريتوريز، كلمه تريتوريز احنا قلناها لاست كلاس معناها الاراضي، تريتوريز الاراضي او الاقاليم التابعه للولايات المتحده، زي بوروريكو بورتوريكو، زي جواما، زي دول كتير او اراضي كتير تابعه للولايات المتحده. في الحاله دي اللي ساكن هناك هيقول عاصمة التيريتوري أو الإقليم اللي تابع لأمريكا بتاعه اللي هو عايش فيه. Question 45 What are the two major political parties in the United States? We have many parties but we have two major political parties اللي بيبقى الرئيس دايما واحد منهم، واحد من الحزبين دول. إيه هما الحزبين الرئيسيين السياسيين الحاكمين في الولايات المتحدة؟ Democratic and Republican. Democratic and Republican اللي هو الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. Republican يعني related to the Republic. Republic يعني جمهورية. A Republic of Egypt. جمهورية مصر العربية. فكلمة Republican يعني جمهوري. فDemocratic and Republican parties are the two major political parties in the USA. هما الحزبين الأساسيين السياسيين في الولايات المتحدة. What's the political party of our president now? Our president now Donald Trump is from what? The Republican party. Trump من الحزب الجمهوري دلوقتي. Okay. Number 47, question 47, what's the name of the speaker of the House of Representatives now? Okay, فاكرين لما قلنا last class لو البريزيدنت مش موجود مين اللي يحكم مكانه؟ حصل اي وفاه مفاجاه، حصل اي مرض، حصل سافر بتاع الفايس بريزيدنت. طب لو الفايس بريزيدنت مش موجود مين اللي هيحكم؟ السبيكر بتاع الريبريزنتيفز هاوس او الهاوس اوف ريبريزنتيفز اللي هو المتحدث باسم دار النواب او دار الامه زي ما بنقول. حاليا هو مين الشخص ده؟ هو اسمه بول دي راين او بول راين او راين whatever، قلت last name، قلت full name، قلت first last name، it's okay. هننقل دلوقتي بقى من الجزء اللي كنا شغالين فيه لجزء تاني خالص خاص برضو تبع ال 100 questions اللي هو rights and responsibilities. كل واحد له حقوق وله مسؤوليات في الدولة عشان نبقى ماشيين obeying the constitution، بنطيق الدستور لازم يبقى لنا rights ويبقى لنا responsibilities أو duties، يعني يبقى لنا حقوق ويبقى لنا واجبات أو التزامات أو مسؤوليات. Question 48 There are four amendments to the constitution about who can vote. احنا اتفقنا انه بيبقى في دايما amendments للconstitution. We can add some items، نضيف بعض البنود على الدستور. We can delete some items، نشيل بنود. We can change some items according to life، حسب مقتضيات الحياة. ف there are four amendments to the constitution about who can vote.
describe one of them. في 4 amendments, في 4 تعديلات دخلوا على الدستور بخصوص about who can vote, من يمكنه التصويت في الانتخابات, في الالكشنز, whatever elections خاصه بالبريزيدنت بتاع الولايات المتحده الامريكيه, ولا elections محليه خاصه بالgovernor, ولا elections خاصه بالهيمثلك في السيتي بتاعتك, whatever, اي elections عشان تقدر تفوت فيها او تصوت فيها, في جزء من الدستور يتعلق بهذه الجزئيه. Number one, عشان تصوت, citizens 18 and older can vote. المواطنين اللي عمرهم 18 and above, 18 and older, من أول 18 سنة, أقل يعني less than 18 cannot vote, أقل من 18 مش adult, فما يقدرش يدلي بصوته, هو لسه مش mature, مش ناضج. Number two, you don't have to pay. There are no taxes. في حاجة بنسميها poll tax اللي هي ضريبة الاقتراع, ضريبة الانتخاب, ان كل واحد داخل ينتخب يدفع ضريبة. بعض الدول بتطبق ده, لكن احنا في الولايات المتحدة في دستورنا there is no poll tax to vote, ما بتدفعش اي ضريبة عشان تصوت, عشان تضلي بصوتك. Any citizen can vote, women, men, whatever, الرجال والستات, اي مواطن, اي American citizen يقدر يفوت, يصوت او يضلي بصوته. A male citizen of any race, a male or female, whatever, لكن هو يقصد ان هو any race, من اي سلاله طالما هو واخد الجنسيه, سيتيزنشيب, افريكان, مكسيكان, امريكان, واتيفر الريس بتاعه ايه, واي, نون واي, هسبانيك, نون هسبانيك, واتيفر, واتيفر ايجن, واتيفر الريس, طالما هو واخد الامريكان سيتيزنشيب من حقه يعمل, يدلي بالصوت او يفوت. كويشن 49, واتس وان ريسبونسبيلتي ذاتس اونلي فور يونايتد ستيتس سيتيزنز. ايه المسؤوليات, هو عايز واحده بس, اف يو كان نو مور اتس بيتر. ايه المسؤوليه اللي هي مختصه او من حق بس المواطن بتاع الولايات المتحده انه يعملها؟ نمبر 1, تو سيرف ان جيري, عشان تخدم في هيئه, تخدم او تبقى عضو في هيئه المحلفين في المحكمه, عشان كده اللي دايما بيجي له الجنسيه اول مهام بتطلب منه انه بيبعت له جواب انه يروح يحضر جلسه محكمه ويبقى واحد من الممبرز بتاع الجيري, واحد من قسم المحلفين اللي بيدلي برايه اذا كان ده مذنب او مش مذنب, واتهم المتهم اللي واقف قدامه. فعشان تبقى في الجيري, في المحلفين, لازم تبقى معاك السيتيزنشيب, عشان لازم تبقى يو اس سيتيزن, مواطن امريكي. تو فوت ان فيدرال الكشن, اي فيدرال الكشن, فيدرال الكشن, يمكن الستيت الكشن له شويه ريستريكشنز, لكن الفيدرال الكشن اي حاجه خاصه بالحكومه الامريكيه, بنفوت على دستور, بنصوت على دستور, بنصوت على الرئيس, يبقى لازم تكون مواطن امريكي. 50 question دلوقتي, now we are in the middle, احنا في نص الاسئله خلاص. Name one right only for United States citizen, احنا فوق قلنا what's one responsibility, مسؤوليه من مسؤوليات المواطنين الامريكان. طب number 50, name one right only for United States citizens, حق من حقوق المواطنين الامريكان, حق, اي حق. Vote in a federal election, من حقك انك تدلي بصوتك في اي federal election, انتخاب فيدرالي, انتخاب خاص بالgovernment, يعني election for the president, for selecting the president, elections for the constitution, whatever. To run for federal office, كلمة federal office معناها مكتب تابع للfederal government, مكتب حكومي في جهة حكومية فيدرالية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. run for بقى معناها ايه؟ run for معناها ان انت تتعين او تاخد منصب, وممكن تمد المنصب ده بعد كده لو عايز في المكتب الفيدرالي ده, لان انت American citizen او US citizen. Question 51, what are two rights of everyone living in the United States? Everyone, even if you are not a US citizen, حتى لو انت مش معاك الجنسيه, انت شخص عايش, احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها ال بي ار او لوفل بيرمننت ريزيدنت, اللي هو اللي مع الجرين كارد هولدر, بيبقى جرين كارد هولدر, او واحد اصيلي, واحد لاجئ وخد خلاص حق اللجوء ومن حقه يعيش على اراضي الولايات المتحده. انت كانسان عايش في الولايات المتحده حتى لو مش معاك السيتيزنشيب او الناتشرايزيشن, ايه حقوقك؟ اول حاجه احنا خدناها برضو لاست كلاس اشرنا ليها, فريدم اوف اكسبريشن, حريه التعبير عن رايك. انت حتى لو مش امريكان سيتيزن, لكن انت شخص ليفينج ان يونايتد ستيتس, عايش على الارض الولايات المتحده الامريكيه وبشكل ليجل, بشكل شرعي, فمن حقك تعبر عن رايك. فريدم اوف سبيتش, من حقك تتكلم. اوكي, فريدم اوف اسامبلي, اتفقنا, من حقك تتجمهر او تتجمع بشكل بيسفل, سلمي, من غير اي عنف. فريدم تو بيتيشن ذا جوفرنمنت, قلنا قبل كده, من حقك تقدم اي التماس او ريكوست للحكومه, اي استجواب, اي شكوى من اي حد, من اي جهه. فريدم اوف ريليجن, من حقك تمارس اي دين انت عايزه, احنا قلنا ده لاست كلاس. ذا رايت تو بير ارمز, من حقك, وده للاسف طبعا في عليه خلاف, لكن من حقك انك تشيل سلاح. دي كلها حقوق اي شخص ليفينج ان ذا يونايتد ستيتس, ايفن اف يو ار نوت ا يو اس سيتيزن, حتى لو انت مش مواطن امريكي لكن انت عايش في حدود الولايات المتحده. Question 52, what do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Again, what do we show loyalty to
when we say the pledge of allegiance. كلمة pledge of allegiance اللي هو ايه بيسموه قسم الولاء. انت وانت بتاخد السيتيزنشيب لما بيتقال لك كونجرس اسمها اليمين او قسم ولائك للولايات المتحدة. انت في القسم ده بتعلن اللوياليتي او الولاء بتاعك لايه؟ لحاجتين، لليونايتد ستيتس وذا فلاج اوف ذا يونايتد ستيتس، ولائك للولايات المتحدة والعلم الولايات المتحدة الامريكية. الولاء اساسا للعلم وبالتالي للدولة اللي ده بيمثلها، العلم ده بيمثلها. يبقى when we are saying the pledge of allegiance لما بنكون بنتلو يمين او قسم الولاء، we are expressing our loyalty، بنعبر عن ولائنا to the United States and to the flag of the United States. Question 53, next page. What is one promise you make when you become a United States citizen؟ وعد من الوعود اللي انت بتقدمه وانت بتاخد جنسية الولايات المتحدة. بتقدم وعود كتير وانت بتقول الولاء، القسم الولاء. اول حاجة to give up loyalty to other countries، انك تقلع عن ولائك لأي دول اخرى، لان في وقت من الاوقات امريكا دولتك اللي انت بقيت خلاص حامل جنسيتها هتحارب دولة تانية، فالمفروض ان انت ولائك يبقى لامريكا مش للدولة التانية. يبقى to give up، stop، توقف، تتخلى، to abandon، تتخلى عن ولائك لأي دول اخرى. Defend the constitution and laws of the United States، تدافع بكل ما طبعا as much as you can على قد ما تقدر عن الدستور وعن قوانين الولايات المتحدة. تدافع عنها بمعنى ان انت تنفذها، ولو شفت حد مش بينفذها او بيعمل violation تبلغ السلطات. Obey the laws of the United States، تطيع قوانين الولايات المتحدة، تقريبا related للنقطة اللي قبلها. Serve in the US military if needed، لو احنا محتاجين لك في الجيش يبقى لازم هتخدم في الجيش طالما انت American citizen. طبعا 18 الايج يكون 18 and above، 18 and older. Serve, do important work for the nation if needed، هتخدم او هتعمل important work، اي شغل مطلوب مهم للدولة في حالة الاحتياج، في حالة مثلا حالة طوارئ، بنعلن حالة طوارئ في البلد، محتاجين مثلا الدكاترة في مجال معين، محتاجين مهندسين هيبنوا حاجة، فتقدم كل ما تقدر من جهود لخدمة البلد. Be loyal to United States، طبعا ده بيوجز بيعمل summarization لكل اللي قلناه، ان انت تبقى عندك ولاء، loyal، لويال عندك انتماء، منتمي، لويالتي اللي احنا بنطقها طبعا الامريكان اكسنت لويالتي اللي هي انتمائك او ولائك للولايات المتحده. 54 how old to citizen have to be to vote for president، احنا قلناها قبل كده، عشان تصوت للرئيس عمرك يبقى قد ايه بالظبط؟ تبقى 18 and older، 18 and above، اقل من 18 يعني less than 18 doesn't have the right to vote. To vote for president بالذات، ودي اهم federal elections ممكن تتم على ارض الولايات المتحده، you have to be 18 and older. 55 what are two ways that Americans can participate in their democracy، احنا عارفين ديموكراسي يعني ايه، حكومه ديمقراطيه، يعني ان الشعب بيحكم نفسه بنفسه، the people governs himself by himself، دي الحكومه الديمقراطيه، يبقى في نوع من المشوره واتخاذ الراي. فايه الطريقتين اللي انت ممكن تشارك في الديمقراطيه في امريكا؟ to vote، تدي صوتك في الانتخاب، دي اول طريقه من طرق الديمقراطيه. to join a political party، تنتمي لأي حزب سياسي عشان تعبر عن رأيك. To help with the campaign، لو في حملة دعائية الرئيس أو لحاجة معينة تساعد على، طبعا حملة خاصة بالاتجاه بتاعك أو بالسكشن أو بالبارتي بتاعك. To join a civic group، لو تقدر تنتمي لأي مجموعة مدنية بتعمل أي حاجة، إسعافات أولية، first aid، social work، خدمة اجتماعية، whatever، تنتمي. To join a community group برضو، لو تنتمي لأي مجموعة مجتمعية بتصلح حاجة في المجتمع، بتنظف، بتعمل، بتصلح حاجة في الرصيف، حاجة يبقى تنتمي ليه. Give an elected official your opinion on an issue، لو في قدامك official مسؤول منتخب elected اديله رأيك في أي موضوع معين لو رأيك مهم. Call senators and representatives، لازم تتصل أو تستدعي بالسنرز، فاكرين السنرز اللي هو عضو مجلس الشيوخ، وربنز النواب، لازم يكون في اتصال، نوع من التواصل لو في اي حاجه، مشكله او في اي شكوى. publicly support or oppose an issue or policy، بشكل عام on the public support، تدعم or oppose او تقاوم او تبقى ضد issue معين، موضوع معين او سياسه معينه، تقول رايك انت for ولا against، انت معها ولا ضدها. run for office، لو تقدر تشتغل في مكتب او تدير مكتب او تقدم نفسك تترشح لمكتب، اوكي تعمل عمل يعني مكتبي. write to a newspaper، لو تقدر تكتب في صحيفة أو في جريدة عشان تعبر عن الديمقراطية بتاعتك، it's okay. question 56 when is the last day that... this is a very good question and a very important question okay for us as newcomers or as residents in the United States، اللي لسه جايين والناس المقيمين عموما في أمريكا، السؤال ده مهم جدا ليهم. when is the last day you can send in federal income tax forms، ايه اخر يوم تقدر ترسل فيه
استمارات الفيدرال انكم تاكس، التاكس بتاع الضرايب، ابريل 15. هي بتبدأ من اواخر جانوري بداية فبراير وبتستمر حوالي شهرين شهرين ونص. اخر يوم تقدر تسلم فيه التاكس البروف اوف انكم تاكس بتاعك او الفورم بتاعتك الاستماره اللي بيعملها لك واحد محاسب او انت وريفر، بيكون ابريل 15 15 ابريل. Question 57. When must all men register for the selective service? ايه selective service؟ كلمه selective service بترجمه حرفيه معناها الخدمه الانتقائيه او الاختياريه، select. المقصود بيها ان انت تتطوع لخدمه الجيش، يعني you are not you don't have to but you want to you don't have to. انت عايز، عشان كده بيسموها selective، باختيارك. فبيقول when must all men register for the selective service، امتى كل الرجال يقدروا يسجلوا اساميهم للselective service؟ هو انت بتسجل اسمك at age 18 between 18 and 26، هو المرحله اللي تقدر تسجل فيها اسمك في selective service تبقى بين 18 و 26 سنه، not less than 18 not older than 26. بعد كده دخلنا بقى في جزء لطيف اللي هو الامريكان هيستوري اللي هو تاريخ الولايات المتحده. معلش نطلع بالشاشه فوق شويه عشان هو question 58، هو مقسمه كمان لتو سكشنز. ايوه question 58 مقسمه لتو سكشنز، الامريكان هيستوري او تاريخ الولايات المتحده متقسم لسكشن A colonial period and independence اللي هي الفتره الاستعماريه. كلمه colonial جايه من colonization اللي هو الاستعمار، لما جم ناس من يوروب، وطبعا دي معروفه في قصه الثانكس جيفنج، اصلا قصه الثانكس جيفنج عملها ناس اوروبيين كانوا جايين وعملوا كولونيز في الولايات المتحده الامريكيه، قعدوا في الولايات المتحده وعملوا زي مستعمرات كده. فالفتره دي الفتره اللي هي فيها نوع من المستعمرات، بناء المستعمرات والاستقلال، الاستقلال عن دول تانية. ده الجزء السكشن اللي هنتعامل فيه دلوقتي. Question 58. What's one reason colonists came to America؟ ايه الاسباب؟ طبعا هو عايز one، يعني you have to answer one at least، لو عارف اكتر it's okay. What's one reason colonists came to America؟ ايه السبب من الاسباب اللي خلى الكولونست او الناس اللي جم مستعمرين بنوا مستعمرات جم امريكا؟ اول سبب freedom، كانوا they were searching for freedom. الدول اللي جم منها ما كانش فيها freedom، زي يوروب في الوقت ده كان فيها قمع واضطهاد، ما كانش فيه freedom. ولو لاحظنا في قصه الثانكس جيفنج الناس اللي جم هربوا من يوروب علشان ما كانوش عارفين، كانوا بيوريتنز، كانوا نوع من البروتستانت او المسيحيين البروتستانت اللي هم طائفه اسمها الطهريون. البيوريتنز ما كانوش عارفين يمارسوا دينهم خالص هناك لان الطوائف الكاثوليك والطوائف الثانيه كانت بتقمعهم، فجم بحثا عن الحريه هنا، حريه دينيه وحريه اجتماعيه زي ما هنشوف بقيه الاسباب. ففريدم كان اول، it was the first reason for these colonists to search for freedom، كان اول سبب ان هم يدوروا على الحريه. ثاني حاجه political liberty، كلمة liberty equal to freedom، حرية برضه حرية سياسية، مفيش persecution مفيش اضطهاد. Number three religious freedom، حرية دينية زي ما أنا لسه حكي دلوقتي. Economic opportunity، فرصة اقتصادية، اللي عايز يحسن اقتصاده يتاجر يبني يزرع. أوكي طبعا كانت لسه أمريكا أرض بكر، فكان فيها اقتصاد كتير وكان فيها خير كتير. Practice the religion، يمارسوا دينهم freely بحرية liberally. Escape persecution، يهربوا من الاضطهاد، persecution يعني اضطهاد، هروبا من الاضطهاد. فدي كلها اسباب خلت الكولنس الناس يجوا من يوروب ومن دول تانية ومن افريكا ومن بحثا عن الحريه والامان وعدم الاضطهاد وممارسه الدين وخير واقتصاد في امريكا، وبنوا الكولنس بتاعتهم. Question 59. Who lived in America before the Europeans arrived؟ قبل ما يجوا الاوروبيانز بتوع اوروبا كان في ناس عايشه في امريكا. مين هم؟ كانوا الامريكان انجينز، الهنود الحمر، دول اول ناس خالص، وكانوا النيتيف امريكانز. هما برضو على فكره الامريكان انجينز هم النيتيف امريكانز، فهو بيديك اكتر من اجابه، يعني اكتر من يعني مور ذان وان ميثود تو انسر ذا كويستشن، اكتر من ميثود من طريقه تجاوب بيها على السؤال. يا اما تقول الامريكان انجينز الامريكانز اللي هم الامريكان انجينز. اوكي كويستشن 60، انتوا هتلاقوا الاسئله دي في بعضها بتجاوب السؤال الواحد اجابه واحده باكتر من طريقه، شفنا احنا امثله كده، وهتلاقوا ساعات اكتر من اجابه، فيا اما الاجابه واحده باكتر من طريقه يا اما اكتر من اجابه، المهم ان انت تجاوب حاجه منهم صح. Question 60. What group of people was taken to American sold as slaves? ايه الجماعة من الناس اللي اتاخدوا لأمريكا واتباعوا كسليفز كعبيد؟ مين هم؟ يعني يا إما whatever either one is correct، يا إما هتقول Africans يا إما people from Africa. الأفريكان كانوا بيجوا، الأفريكان كانوا بيجوا من بلادهم في أفريقيا، جنوب أفريقيا بالذات، وكانوا بيتباعوا هنا كعبيد. كعبيد كسليفز، وهنشوف دلوقتي تاريخ العبوديه ومين حرر العبيد كلهم. اوكي سو المجموعه دي اللي جت واتباعت كسليفز في الولايات المتحده الامريكيه، المجموعه السود اللي هم كانوا بيخدموا البيض، اللي هم افريكان بيبل او بيبل فروم افريكا، ساوث افريكا بالذات سبيشلي. 61. واي ديد ذا كولونست فايت ذا بريتش؟
لما حصل ان الناس الاوروبيين جم وبنوا مستعمرات، حصل استعمار بريطاني لامريكا، لكن الكولونست الناس اللي جم في الاول وعملوا مستعمرات من يوروب كلها قاوموا البريتش، دول قاوموا الاستعمار البريطاني عليهم او الاحتلال البريطاني ليهم. ليه؟ لكذا سبب. Either one is correct، لكن هما three different answers، هما مش one answer in different methods، مش إجابة واحدة بأكتر من طريقة، هما three different answers، ثلاث إجابات مختلفة بس either one is correct، أنت هتجاوب واحدة بس. لو قدرت تجاوب الثلاثة، لأن الثلاثة كانوا أسباب مهمة قوي خلت الكولونست دول يحاربوا أو يصارعوا البريتش، يقاوموا البريتش. Number one because of high taxes، taxation without representation، بسبب الضرائب العالية قوي اللي اتفرضت عليهم بدون أي مبرر. ضرائب، كانت نظام taxation، نظام ضريبي without representation، من غير ما يبقى له أي دليل أو سند، فكان ضرائب غير يعني unjustified، غير مبررة. Because of the British army، because sorry the British army stayed in their houses، لأن الجيش البريطاني لما جه كان بيقعد في بيوت الكولونست دول، كان بيعيش عندهم، كان بيبقى فيه نوع من البوردنج وكوارترنج. بوردنج معناه ان هو عارف الفول بورد في الاوتيلات والهاف بورد، عايشين مقيمين اقامه كامله عندهم في بيوتهم، اكل وشرب ونوم. Because they didn't have self government، لان الكولونست ما كانش عندهم سيلف جوفرمنت اللي اتعودوا عليها اول ما جم. هم اول ما جم كانوا دايما بيحكموا نفسهم بنفسهم. هم دلوقتي خلاص اتحرم الموضوع ده لما جه البريتش اوكيوبيشن او الاحتلال البريطاني، فده خلاهم قاوموا الاحتلال البريطاني. Question 62، who wrote the declaration of independence؟ كان في بقى نهضه uprising كده علشان خاطر الكولونست اللي هم بداوا يبنوا امريكا يستقلوا عن 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 بريتن او عن جريت بريتن اللي هي بريطانيا العظمى. مين اللي كتب الديكلاريشن اوف اندبندنس؟ مين اللي كتب اعلان الاستقلال ده؟ توماس جيفرسون. طبعا ده شخصيه مشهوره جدا، توماس جيفرسون. When was the declaration of independence adopted؟ امتى اتحقق او اتنفذ الاعلان الاستقلال ده؟ July 4, 1776، 4 يوليو 1776، وده الاحتفال العظيم هنا في امريكا، الامريكا كلها بتاخدوا اجازه جولاي 4 عيد الاستقلال، اندبندنس داي، عيد الاستقلال. Question 64، there were 13 original states، name 3. بدات الولايات المتحده ب 13 colonies، عشان كده زي ما هنشوف بعد كده علم الولايات المتحده فيه 50 stars اللي هم 50 states حاليا، وفي 13 stripes 13 خط اللي هم الانيشال او الاوريجينال 13 colonies اللي كانوا بعد كده بقوا هم 13 states الاولانيين. يعني اول ما حصل ان colonies جم وعملوا colonies مستعمرات كانوا 13، وال 13 دول هم اللي كبروا وبقوا اول 13 ولايه في الولايات المتحده. عشان كده الامريكان فلاج في 50 ستارز اللي هي ال 50 ستيت حاليا، وفي 13 سترايبس اللي هم اول 13 ولايه اللي كانوا مستعمرات وتحولوا لولايات بعد كده. ايه هم ال 13 ولايه اللي كانوا مستعمرات وبقوا اول 13 ولايه في الولايات المتحده الامريكيه؟ نيو هامشير، ماساتشوستس، رود ايلاند، كونكتيكت، نيويورك، نيو جيرسي، بنسلفانيا، ديلاوير ام سوري، ماريلاند، فيرجينيا، نورث كارولاينا، ساوث كارولاينا، جورجيا. So these are the first 13 states of the United States. These are the original 13 colonies اللي بيمثلوا من 13 13 stripes او 13 خط اللي في العالم. سؤال question 65، what happened at the constitutional convention؟ كلمة convention معناها تقليد، بس هي capitalized لأن constitutional convention هنا convention جاي معنى meeting، الاجتماع الدستوري او اللقاء الدستوري. ايه اللي حصل فيه؟ من اسمه كده لقاء دستوري، فاللي حصل فيه ان the constitution was written، اللي حصل ان كتب الدستور في الاجتماع ده، دستور الولايات المتحده اللي اتعدل بعد كده وبقى الدستور اللي عايشين عليه حاليا. طبعا له روتس، له اساس، نواة كتبت في المكان ده اللي هو او في التجمع ده اللي هو الكونستيتيوشنال كونفنشن. ذا فاوندينج فاذرز رو ذا كونستيتيوشن. الفاوندينج فاذرز دي اللي هي الاباء المؤسسين للكونستيتيوشن، فاوندينج فاذرز هم كابيتالايز لانهم زي هيئه او جهه هم اللي اسسوا وعملوا الدستور، قعدوا كتبوا الدستور سوا. يبقى whatever either answer is correct، يا اما تقول ان the constitution was written، يا اما باختصار the constitution was written by mean the founding father، اتكتب عن طريق founding fathers. Question 66، when was the constitution written؟ when was it written؟ كتب الدستور امتى؟ 1787، بعد الاستقلال بحوالي 12 years، صح؟ استقلينا الاول بعدين كتبنا دستور بلدنا. 67، the Federalist papers supported the passage of the United States Constitution، name one of the writers. The Federalist papers يعني هم عملنا كابيتالايز عشان دي زي منشورات مهمه قوي. الاوراق الفيدراليه دي كانت بتدعم the passage of the United States Constitution، تنفيذ او تمرير او تحقيق دستور الامريكي. name one of the writers، مين هم اللي كتبوا الفيدرالست بيبرز؟ عايزين واحد، هم كاتبين هنا 4 تقريبا، جيمس ماريسون، الكسندر هاملتون، جون جاي بيوبلس. either one or the four، طبعا الفور هم اللي كاتبينه، فلو either one wise one name one، لكن لو if you can know the four it's great. James Madison، Alexander Hamilton، John Jay، Pupless or Pupless whatever.
68. What's one thing Benjamin Franklin's famous for? Benjamin Franklin is a very well-known and famous American figure. What's he famous for? مشهور بإيه؟ Number one, U.S. diplomat. A very famous American diplomat. دبلوماسي أمريكي معروف. Founding fathers who wrote the Constitution. كان هو أقدم عضو فيهم في الناس اللي أسسوا الدستور. First Postmaster General of the United States. كلمة Postmaster General معناها مدير هيئة البريد كلها. اللي هو بيسميه chief. Chief Officer. هو بيبقى تبع برضو للأوفيسرز للضباط. فهي Chief Officer المسؤول عن هيئة البريد الأمريكية كلها. كان أول واحد يبقى منوط بالمهمة دي. أو يبقى في البوزيشن ده. Writer of The Poor Richard's Almanac. ده كتاب مشهور قوي. كان بيطلع بشكل دوري. اتكلم فيه عن امريكا وكان خد السيودونيم او الاسم المستعار بتاعه بدل ما سمى نفسه الاسم الحقيقي بنجامين فرانكلين او بن فرانكلين. بن طبعا از ذا نيك نيم اوف بنجامين بنيامين. سمى نفسه بور ريتشارد وكتب بقى مذكرات وكتب حاجات لطيفه خالص. ستارتد ذا فيرست فري لايبرز. اول واحد بدا يعمل مكتبات مجانيه في الولايات المتحده. سو ا لوت اوف تاسكس ا لوت اوف ريسبونسبيلتيز. ليتس تيرن تو نيكست بيج كويستشن 69. Who is the father of our country? مين هو الأب أو الأب الروحي لبلدنا؟ هو جورج واشنطن اللي هو برضو أول رئيس لأمريكا. وده question number 70. Who was the first president? George Washington. So George Washington was عشان كده first president and the spiritual father of the United States. أول رئيس والأب الروحي للولايات المتحدة. نيجي بقى لتاريخ ال 1800s. تاريخ القرن ال 17 أواخر بالظبط أواخر القرن 17 بداية القرن 18. القرن 18 تاريخه. The history of the 18th century. What territory did the United States buy from France in 1803? ايه الارض territory الارض او الاقليم اللي اشترته الولايات المتحده من فرنسا سنه 1803؟ اشترت من فرنسا ارض اسمها the Louisiana territory. طبعا هي territory is the pronunciation احنا نعرفه لكن هم هنا بينطقوها territory لان التي في النص بتتخطف فهي the Louisiana territory whatever or Louisiana. Louisiana. 72. Name one war fought by the United States in 1800s. كلمة 1800s معناها القرن ال 18 كله. السنين دي كلها ال 100 years بتوع القرن ال 18، 100 سنة بتوع القرن ده. فعايزين حرب حاربت الولايات المتحدة فيها، فايذر ون از كوريكت. كل الحروب اللي جاية دي الفور وارز دي اتحاربت في ال 18th century. عندنا الوار اوف 1812 حرب سنة 1812، طبعا مش هندخل في الهيستوري بقى ونغوص ونعرف تفاصيل خلينا بس كده عشان نقدر نذاكر ده. مكسيكان امريكان وور دي حرب مشهور الحرب بين مكسيكو وامريكا على المكسيك على مكسيكو. سيفل وور الحرب المدنيه. سبانيش امريكان وور اجين برضو على مكسيكو حرب امريكا حرب اسبانيا على مكسيكو لان اسبانيا كانت واخده مكسيكو في الاساس وبعد كده امريكا اشتريتها وبعد كده ادعوا ان هي ما اشتريتهاش وحصل حرب. 73 question 73 name the US war between north and south. اذكر كلمه نيم يعني اذكر اذكر الحرب الامريكيه اللي دارت بين الشمال والجنوب فهو ايذر وان از كوريكت يا اما تقول ده سيفل وور حرب مدنيه يا اما ده وور بتوين ستيتس او الشمال وجنوب الولايات المتحده يعني ولايات الشمال ولايات الجنوب فاللي هي اللي دارت بتوين ستيتس. 74 نيم وان بروبلم ذات ليد تو ذا سيفل وور. عايزين مشكله واحده اذكر مشكله منشن اور نيم ذا سيم منشن اور نيم اور ليست بس ليست بيبقى عايز كله لكن منشن اور نيم ممكن حاجه واحده. فنيم وان بروبلم ذات ليد تو ذا سيفل وور. عايزين مشكله واحده تكون ادت الى الحرب الاهليه او المدنيه بيسموها الحرب الاهليه او المدنيه اللي هي ايه يعني ايه حرب اهليه يعني بين اهل البلد الواحده مدنيه جوه البلد الواحده. في فرق بين حرب بتوين كونتريز وحرب جوه ويذن ذا سيم ويذن امريكا ويذن يونايتد ستيتس بتوين ذا ستيتس اوف امريكا حرب جوه امريكا مش بين امريكا ودوله ثانيه. فعايزين سبب واحد ممكن يكون ادى ليها سليفري لان سام ستيتس اوكي applied slavery others defend sorry some states applied or defended slavery others opposed slavery. في بعض الولايات كانت بتطبق او بتدافع عن العبوديه وعندهم عبيد بيشتغلوهم عندهم رق slavery لكن في ولايات تانية كانت ضد ده فده اللي قوم الحرب. ولايات اللي هي ضد العبوديه حربت الولايات اللي بترجح او بتؤيد العبوديه فدي كان اول سبب. سبب تاني economic reasons حروب على الاراضي بقى وعلى الخيرات بتاعت الدوله states rights حقوق الولايات حقوق في ارض حقوق في مكان whatever فدي كلها اسباب ادت لحدوث السيفل وور اللي هي الحرب الاهليه. طبعا سبب على سبب على سبب سبب العبوديه على الاسباب الاقتصاديه على حقوق كل ولايه ادت الى نشوء الحرب الاهليه في القرن ال 18. Question 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Abraham Lincoln
كان من رؤساء العظماء في الولايات المتحدة، واللي تاريخه دايما مذكور بحروف من ذهب زي ما بيقول، ان هو اللي حرر العبيد ومنع العبودية تماما من الولايات المتحدة. فلو انتوا بس افتكرتوا ان هو ended slavery يعني نهى العبودية فده كفيل، بس تعالوا نقرأ الأسئلة الإجابات المذكورة هنا قدامنا كلها أو الأسباب. إبراهام لينكولن عمل إيه؟ freed، free طبعا the verb of free حر، فحرر set free يعني he set free the slaves اللي بيسموها emancipation proclamation، عمل تصريح كده اسمه أو طلع بيان كده اسمه emancipation proclamation. proclamation بتسوي declaration يعني تصريح أو إعلان، عمل تصريح كده بإنهاء العبودية، فهو حرر العبيد. saved or preserved the union، حافظ على اتحاد الولايات المتحدة، اتحاد الولايات ببعض. led the United States during the Civil War، هو كان قائد الولايات المتحدة أو الرئيس بتاعها وقت الحرب الأهلية ديت. فانا شايفه انه اهم سبب وسبب اللي نفتكره ان هو هي اندد سليفري ان ذا يونايتد ستيتس، هو قضى على العبوديه في امريكا لما طلع حاجه اسمها الايمانسيبيشن بروكلاميشن او البيان بتاع التحرير من العبوديه. question 76 what did the emancipation proclamation do؟ طب بيان التصريح اللي طلعه ابراهام لينكولن ده عمل ايه؟ احنا قلنا ان هو بيان بالقضاء على العبوديه، فاول حاجه يعملها free the slaves، حرر الايه العبيد. كلمه عبيد slaves slavery العبودية نفسها. free slaves in the كلمة confederacy دي، كلمة confederacy دي معناها الحكومة، هي ليها related للفيدرال government، فيعني في ولايات كانت بتتبع الفيدرال government بيسموها confederacy state وولايات كانت non confederacy state، فيا إما free the slaves يا إما free slaves in the confederacy، freed slaves in the confederacy states، freed slaves in most southern states. باختصار هو حرر العبيد، البيان او التصريح اللي طلعه ابراهام لينكولن حرر العبيد، حررهم من الولايات الكونفدرسي وحررهم من معظم ولايات الجنوب، لان هي دي الولايات اللي كانت للاسف ديفندد وسبورتد سليفري، دي الولايات اللي كانت بتحب العبوديه ولايات الجنوب. question 77 what did Susan B. Anthony do؟ الشخصيه دي عملت ايه؟ fought for women's rights، fought for civil rights، دي شخصية اجتماعية كانت دايما بتحارب عشان حقوق المرأة وعشان حقوق الناس كلها، السيفل رايتس، حقوق المدنية للناس، نفتكرها بكده. نمبر سي ريسنت امريكان هيستوري، ده هيكون اسهل شوية لان ده تاريخ امريكا الحديث، ان اذر امبورتنت هيستوريكال انفورميشن، وحقائق تاريخية تانية يعني حقائق تاريخية بالاضافة لتاريخ امريكا حاليا. question 78 name one war fought by United States in the 1900s، بقى القرن 19 احنا خدنا الحروب اللي حصلت في القرن 18، طب ورا بقى الحروب الاحدث في القرن 19، عندي طبعا الحروب بقى اللي احنا نعرفها كلنا، First World War اللي هي الحرب العالميه الاولى، Second World War الحرب العالميه الثانيه، Korean War حربها مع كوريا، Vietnam War حربها مع فيتنام، Persian Gulf War حرب الخليج الايراني، خليج ايران. اوكي let's turn to 79 question 79 اللي هي following page، حالا هتكون قدامنا. yes Who was president during the First World War؟ مين كان رئيس أمريكا أثناء الحرب العالمية الأولى؟ يا ويلسون، ويلسون بس، أو لو قادر تقول الاسم كله وودرو ويلسون it's okay. ويلسون is the known name الاسم. Question 80 Who was president during the Great Depression and Second World War؟ كلمة Great Depression معناها فترة الكساد العظيم اللي حل بأمريكا، في كل دولة هيبقى عندها فترة Great Depression، في أوروبا، في الإيسترن وورد، في العالم الشرقي، في الولايات المتحده في فتره جريت ديبريشن او كساد عظيم لما الايكونومي بيحصل له ديبارتشر او بيحصل له فول فظيع، الاقتصاد بينهار، بيحصل له كولابس. فمين اللي كان رئيس وقت الكساد ده، وقت الحرب العالميه الثانيه؟ كان فرانكلين روزفلت. question 81 who did the United States fight in the second world war؟ حربت مين امريكا في الحرب العالميه الثانيه؟ حرب جابان اليابان، حرب جيرماني المانيا، حرب ايطاليا، دي الدول اللي حربتها اليونايتد ستيتس اثناء السكند وورلد وور او الحرب العالميه الثانيه. question 82 before he was president eisenhower was the general what war was he in؟ قبل ما يبقى president eisenhower كان general، زي قائد القوات العسكريه، كان في اي حرب الكلام ده؟ كان في السكند وورلد وور. اوكي question 83 during the cold war الحرب البارده، عارفين الحرب البارده نوع من الحروب، بيسموه يعني طبيعة الحرب بتبقى مختلفة بيسموها الحرب الباردة، مش هيدخل في السياسة. during the cold war what was the main concern of the United States؟ أثناء الحرب الباردة اللي هي بيبقى فيها شوية مفيش دم، مفيش قتل، مفيش مواجهة عسكرية، ايه كان المين concern او الاهتمام الاساسي للولايات ستيتس، للولايات المتحدة؟ كان الكوميونيزم، انها تنشر الشيوعية، يعني بدأت تتجه شوية للسياسة والراس المال والكلام ده كله، اقتصاد وسياسة والكلام ده، وبدأت تبعد شوية ناحية العسكرية. question 84 what movement tried to end racial discrimination؟ كلمه racial
discrimination جاي من كلمة race سلالة أو جنس. فracial adjective من race معناها عنصري، فracial discrimination التفرقة العنصرية. إيه الحركة اللي أنهت التفرقة العنصرية؟ طبعا إحنا عارفين إنه كان في slavery عبودية، طبعا slavery أكيد سايبة roots بعد ما انتهت من racial discrimination. أكيد الناس اللي كانوا عبيد وتحرروا ما كانش في مساواة بينهم وبين الناس اللي كانوا الماسترز أو الأسياد، فعشان بقى التفرقة العنصرية دي تنتهي تماما حصلت حركة اسمها Civil Rights Movement، حركة الحقوق المدنية. مين اللي نادى ليها؟ سوزن، الست اللي احنا لسه قايلين اسمها في question number let me check question number 77 سوزن بي أنثوني. سوزن بي أنثوني دي كانت الست اللي نادت بمساواة وبالحقوق المدنية وبحقوق المرأة. Question 85 what did Martin Luther King Jr. do؟ احنا بنحتفل بالشخصية دي زي ما هنشوف بعد كده في January. الشخصية دي شخصية سياسية مهمة جدا، وبرضو الجي ار اختصار جونيور لان كان اب نفس الاسم فسميناه هو جونيور. عمل ايه؟ عمل حاجتين مهمين قوي، فوق فور سيفل رايتس برضو زي سوزن انتوني، هو حارب كمان من اجل، طبعا مش شخص واحد اللي هيقدر يحقق الاتشيفمنت ويوصل للنتيجة، لازم اكتر من شخص في نفس الميدان او في نفس المعركة. فهو برضو زي سوزن انتوني فوق فور سيفل رايتس، حارب عشان الحقوق المدنية، ورك فور ايكواليتي فور اول امريكانز، وبرضو دعا لأنه يقضي على racial discrimination ويبقى فيه equality نوع من المساواة بين كل الأمريكانز whatever بقى أصولهم كانت إيه، كانوا masters ولا slaves ولا إيه. question 86 what major event happened طبعا on September 11 2001 in the States. كلنا عارفين وأعتقد معظمنا كان موجود وفاكر الحادث الفظيع اللي حصل في 11 سبتمبر، أحداث 11 سبتمبر 2001. حصل إيه؟ terrorist attack the United States، هجوم الإرهابيين طبعا على، هي مش United States كثيرة، كان نيويورك وبالتحديد اللي هو الورد سنت الورد كوميرس سنتر او وورد تريد سنتر اللي هو برج التجاره العالمي اللي في نيويورك. بس ان جنرال تيرورست اتاك ذا يونايتد ستيتس، لاول مره في تاريخ امريكا ويا رب يكون اخر مره، انه الارهابيين هجموا على الولايات المتحده. 87 نيم وان امريكان انديان ترايب ان يونايتد ستيتس. طبعا احنا عارفين انه النيتيف امريكانز كانوا انديانز، كانوا هنود حمر او بنسميهم الهنود الامريكان، كانوا جايين في شكل ترايبز، كلمه ترايب يعني قبيله. فهو عايزك تذكر one American Indian tribe in the United States، واحدة من القبائل الهندية الأمريكية American Indians اللي هم Native Americans في الأمريكا. كاتب كده between two pranks USCIS، اتفقنا ان USCIS اختصار United States Citizenship Immigration Services اللي هي مكتب الهجرة والجنسية، officers اللي هو الشخص القاضي او اللي بيقابلك، will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes، هيبقى معاه list بالأسامي. فانت اي واحدة هتقولها صح انا هقراهم معاكم، بس just اعرف واحدة او اتنين لان الأسامي صعبة. تشيروكي يمكن نفتكرها كلنا عشان ماركة العربية جيب تشيروكي، نافاجو، اوكي، سيو، انا طبعا مش عارفه انطق لان الاسم مش انجلش، ممكن يكون اسم انديان، فوريفر بقى هي سيو اور سيوكس وريفر، تشيبوا، تشوكتو، بيوبلو، اباتشي، ايروكوا، كريك، بلاك في، سيمينول، تشين، اريواك، شاوني، موهيجن، هيرون، أونيدا، لاكورا، كرو، تيرن، هوبي، انيو، whatever، يعني احفظ واحدة احفظ اتنين، اسهل واحدة او اتنين ليك احفظ. انا بقول اتنين هو طالب واحدة بس عشان لو نسيتها يبقى في بديل، يبقى في alternative. Let's turn to page the following page page 10 question 88 and now we are in the geography or geographical section. احنا دلوقتي في القسم الجغرافي بقى، سيبنا الهيستوري دخلنا في الجغرافيا شوية، الحدود الدول اللي حوالينا كده. Name one or, of the longest, the two longest rivers in the United States. In the United States, there are several rivers. Okay, two of them are very long. What are the two longest rivers in the United States? هو عايز واحد بس هو كاتب لك الاثنين، كاتب لك ميسوري وميسيسيبي، معظمنا عارف ميسيسيبي طبعا. فهما دول the two longest rivers in the United States. أطول نهرين في the United States. 89 what ocean is on the west coast of the United States? West coast here عندنا في كاليفورنيا. West coast ايه الاوشن اللي موجود عندنا؟ وطبعا الباسيفيك اوشن، حتى الوقت بتاعنا اسمه الباسيفيك تايم. question 90 what ocean is on the east coast of the United States? الناحية الايست طبعا الاتلانتيك اوشن. 91 name one US territory. احنا اتفقنا ان كلمة territory اقليم او territory، اقليم او ارض دولة تانية بس خلاص اشتريتها او بقت تبع امريكا، فاحنا عايزين منهم. عندي بوروريكو اللي هي بورتوريكو، عندي US Virgin Islands، Virgin Islands اشتريتها الـ US بقت تبع الـ US، American Samoa، Northern Mariana Islands، Guam. دي كلها اراضي ما كانتش امريكيه لكن بقت تبع اليو اس تريتوريز او الاراضي الامريكيه، دخلت في حدود الاراضي الامريكيه، واللي على ارضها يبقوا امريكان او لو هم معاهم السيتيزنشيب بتاعت الولايات المتحده.
Question 92. Name one state that borders Canada. A lot of states الحقيقة bordering Canada. عايزين واحدة فاحنا هنقولهم كلهم واللي تقدر تفتكروا قولوا. عندك مين، عندك نيو هامشير، عندك فيرمونت، نيويورك، بنسلفانيا، اوهايو، ميتشيغان، مينيسورا، نورث داكوتا، مونتانا، ايداهو، واشنطن، الاسكا. All these states are bordering Canada. كل دول على حدود كندا. Question 93. Name one state that borders Mexico. جنبينا هنا بقى جنب كاليفورنيا. فطبعاً أول ولاية bordering Mexico. أقرب ولاية لمكسيكو هي كاليفورنيا هنا. جنب المكسيك أريزونا. نيو مكسيكو. تكساس. طبعاً نيو مكسيكو نختارها لأنها مكسيكو نيو مكسيكو. عندي كمان تكساس، كاليفورنيا، أريزونا. فthe four states are bordering Mexico. Question 94. What's the capital of the United States? احنا قلناها كتير قوي. واشنطن دي سي. طبعاً دي سي اختصار ايه؟ District of Columbia. فهي واشنطن دي سي اختصار واشنطن ديستريكت اوف كولومبيا، ودي عاصمه الولايات المتحده. قلنا ملهاش، هي نفسها ملهاش عاصمه لان هي عاصمه الولايات المتحده وملهاش جوفرنر لانها تابعه للبريزيدنت. Question 95. Where is the statue of liberty؟ statue يعني تمثال، تمثال الحريه موجود فين؟ طبعا اهدته فرنسا لامريكا، ودته فين بالظبط؟ نيويورك هاربر اللي هو ميناء نيويورك. لو قلت ليبرتي ايلاند لان المكان اللي فيه التمثال اسمه ليبرتي ايلاند، تحت مكتوب نيو جيرسي. لو قلت نيو جيرسي برضو لان نيو جيرسي جنب نيويورك جدا. لو قلت كمان نير نيويورك سيتي جنب مدينه نيويورك، اكسبتابل مقبوله. لو قلت اون ذا هاتسون ريفر، الريفر ده اسمه هاتسون، وات ايفر. لو قلت نيويورك ودي اسهلهم، هي دي الاجابه الصح. اوكي، لكن اي اجابه من دول هتكون اكسبتابل مقبوله. ليتس سنت تو اور لاست بيج اند اور لاست فيو كويشنز. اخر اسئله فاضله. كويشن 96. اوكي هتيجي على الشاشه حالا. اوكي، Why does the flag have 13 stripes؟ احنا قلناهم ليه العلم فيه 13 stripes؟ لو تفتكروا ان احنا قلنا انه علم امريكا فيه 50 stars وفيه 13 stripes، فيه 13 خط. ال 50 stars representing the 50 states now، ال 50 ولاية اللي موجودين دلوقتي. اوكي، ال 50 ولاية اللي موجودين دلوقتي. طب ال 13 stripes، ال 13 stripes هم عدد الكولونيز اللي بدأت بيهم أمريكا واللي بعد كده تحولوا للفيرست 13 ستيتس، أول 13 ولاية. فهم في الأساس كانوا 13 كولونيز اللي بدأ بيهم الولايات المتحدة. فواي داز ذا فلاج هاف 13 سترايبس؟ إيذر أنسرز كوريكت. لو قلت بيكوز ذير وير 13 أوريجينال كولونيز اللي بقوا بعد كده الفيرست 13 ستيتس، لأن كان في الأساس في 13 مستعمرة أساسية. لو قلت بيكوز ذا سترايبس ريبريزنت ذا أوريجينال كولونيز، إن الخطوط بتمثل الكولونيز الأساسية، إتس أوكي. كويشن 97. واي داز ذا فلاج هاف 50 ستارز؟ because there is one star for each state, because there are 50 states, because each star represents a state, whatever. في 50 ولاية، كل نجمة بتمثل ولاية، في نجمة لكل ولاية، كل either answer is correct. Question 98, what's the name of the national anthem? National anthem معناه شعار البلد، الشعار القومي. اسمه ايه الشعار اللي بنغنيه لأمريكا؟ اسمه the star spangled banner. ده اسم الأغنية أو الشعار، زي احنا عندنا في مصر مثلا نشيد يا بلادي. هنا النشيد القومي او الشعار بتاع الولايات المتحده اسمه ذا ستار سبانجلد بانر. دي اسم فلازم نحفظه. ذا لاست سيكشن، طبعا اللي فات ده السكشن اللي فات كان اسمه سيمبلز او رموز. السكشن الجاي هو لاست سكشن، واخر ذا لاست 3 كويستشنز اور ذا لاست 2 كويستشنز كمان عن الهوليديز الاجازه، وده فيري انترستنج قوي لان معظمنا عارفه. وين دو وي سيليبريت اندبندنس داي؟ كلنا عارفين بنحتفل بالاندبندنس داي امتى؟ جولاي 4 اللي هو 4/7 عيد الاستقلال، لما استقلينا عن جريت بريتن او بريطانيا العظمى. ومين نراجع كده مين اللي كتب ال Declaration of Independence بالظبط؟ توماس جيفرسون. The last question. Name two national US holidays. احنا عارفين تقريبا كل ال national holidays اللي بنحتفل بيها. أول حاجة New Year's Day، وهم هتلاقيهم ماشيين على فكرة بترتيب السنة، بترتيب أيام السنة. New Year's Day اللي هو إيه؟ First day of the year اللي هو January 1st. يعني ممكن نقول December 31st، January 1st، 31 ديسمبر، 1 يناير. مارتن لوثر كينج جونيور داي. مارتن لوثر كينج بنحتفل بيه في جانوري، وتحديدا 3rd Monday of January. لو دورتوا كده on the internet في جوجل هتلاقي كاتب لك هو غالبا بيبقى between 15 to 20 January، بس بيبقى غالبا 3rd Monday of January، ثالث يوم 2 في يناير. ده مارتن لوثر كينج، وكل الناس بتاخده اجازه. President's Day بنحتفل بيه امتى؟ في February، 3rd Monday in February، ثالث يوم 2 في شهر فبراير. بعد كده Memorial Day. Memorial Day ده اللي هو عيد ايه؟ تذكار الجنود المحاربين، اللي احنا بنميمورايز او بنعمل ميموري حلوه للفترنز او للناس اللي ماتوا في خدمه البلد. وهتلاقوا برضو عيد جاي قريب نفس المعنى، بس الميموريال دي بيبقى غالبا لاست ماندي ان ماي، اخر يوم 2 في شهر مايو. ما اعرفش اشمعنى يوم 2 عشان بيعملوا ويك اند طويل، لونج ويك اند، يبقى سبت حد سوري سبت حد 2 اللي هو ساتردي ساندي ماندي، فدايما بيخلوا الاجازات في ماندي تبقى لونج ويك اند. اندبندنس دي احنا لسه قايلين جولاي 4، ده يوم محدد 4/7.
ليبر داي عيد العمال ده بيبقى سبتمبر 2nd اور فيرست مانداي برضو ان سبتمبر، بيبقى غالبا هو السنه دي جاي سبتمبر 2nd قريب بعد كام يوم، بس هو فيرست مانداي ان سبتمبر عموما اول يوم 2 في شهر سبتمبر. كولومبس داي بقى للاسف ده بيكون انسليبريتد ان سام سيتيز اند سام ستيتس، بتلاقوه مش محتفل بيه في بعض الولايات وبعض المدن، لكن هو غالبا بيبقى في اكتوبر، لكن احنا هنا في كاليفورنيا ما بنحتفلش بيه. فيترنز داي تقريبا قريب من الميموريال داي، هو عيد الجيش او عيد بيسموه زي عيد القوات المسلحه، ده بيبقى غالبا نوفمبر 11 يعني نوفمبر يوم 11 نوفمبر. ثانكس جيفينج كلنا عارفينه بيبقى في نوفمبر، وبيبقى لاست ثيرزداي ان نوفمبر، اخر يوم خميس في شهر نوفمبر. كريسمس طبعا عارفينه كلنا ديسمبر 25. وبكده نكون خلصنا ال 100 question. اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، واي هوب ان انتوا تراجعوهم اكتر من مره، وصدقوني الموضوع سهل خالص، وان شاء الله ستارت النكست تايم هنبدا في الابلكيشن او في ان 400 فورم اباوت 2 اور 3 كلاسز على قد ما نقدر. اي هوب ان الموضوع يكون ان شاء الله لطيف والدنيا كلها تعدي. سي يو، ثانك يو.